إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أعزائي متابعي القناة الكرام، حياكم الله جميعا. ظهرت في الفترة الماضية تصريحات مثيرة من قساوسة ورجال دين مسيحيين تظهر عظمة الإسلام ونبي المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم، وتبرز أخلاق المسلمين في التعامل مع غيرهم من أهل الأديان الأخرى. ونبدأ بعرض التصريحات أحد القساوسة اللي المفروض أنه مسوق بالروح القدس، بيقول أن المستقبل للمسلمين وأن هم اللي هيورثوا الأرض. Сегодня ко мне одна пожилая женщина подошла и говорит: «Батюшка, объясните мне одну вещь». Я говорю: «Ну давай, попробуем». Что иногда бывают такие вопросы задают, что и не ответишь. Вот я, говорит, когда, ну она уже пожилая, говорит, когда мне нужен фран, я поднимаю руку, останавливается машина, и меня везут. Если за рулем мусульманин, он с меня денег не берет. Говорит, ну не может сын брать деньги с матери, тем более, когда она едет молиться. А если останавливается русский крещеный, то он говорит, это моя работа, и берет деньги. А я говорю, да очень просто. Эти мусульмане гораздо ближе ко Христу, чем те крещенные водители, которые, может быть, даже когда-то и в церковь приходят на Пасху там или еще что. Потому что в них нет ни милостыни, ни жалости, ни милосердия. Вместо того, чтобы уцепиться за бабушку и сказать, а дай я тебя еще покатаю, давай я тебя и в прачечную свожу, и за квитанцию заплачу, давай я тебя в магазин свожу, и сумки отнесу на твой этаж. А если у тебя там лифт, ну, до лифта. Потому что это есть угодно Богу. И вот так интересно, то, что угодно Богу, современный мусульманин знает. А то, что угодно Богу, современный крещеный не знает. И кто же ближе к Богу? Поэтому будущее за этими мусульманами. За ними будущее. Они будут населять эту землю. Потому что современным крещенным это все не нужно. Они и горячие, они и посты соблюдают. Когда их праздник, люди боятся даже в этот квартал заходить, потому что десятки тысяч молодых мужчин стоят на коленях и молятся Богу. Где вы видели столько православных мужиков? Нигде и никогда. Только одни бабы. وهنا القسيس بيقول انه في واحده ست عجوزه جات له قالت له انا عايزاك تجاوبني على سؤال. فقال لها اتفضلي اسالي. فقالت لما اكون عايزه اروح الكنيسه بشاور لاي عربيه علشان توصلني، واللي لاحظته ان لما يكون سواق العربيه مسلم مش بيرضى ياخد مني اجره، ويقول لي انت زي امي وما ينفعش الابن ياخد من امه اجره، وخاصه لما تروح تصلي. اما اذا كان الشخص اللي ركبت معاه العربيه نصراني فبياخد مني اجره ويقول ان ده عمله. فالقسيس جاوب الست وقال لها ده شيء طبيعي، لان اخلاق المسلمين هي قريبه من المسيحيه الحقه،
فالناس اللي بيعملوا كده مش بيروحوا الكنيسة ومفتقدين للرحمة والخير والعطاء، واللي المفروض انهم يساعدوا الست العجوزة دي ويوصلوها لمكان عملها او للطبيب مثلا، او مساعدتها على حمل اي شيء بتشيله. فالاعمال دي بترضى الله، والغريب ان اللي بيرضى الله هو اللي بيعمله المسلمين المتحضرين، والمسيحيين المتحضرين ما يعرفوش ولا بيعملوا الحاجات اللي بترضى الله. وبدأ يقول دلوقتي بقى مين الأقرب لربنا؟ علشان كده أنا شايف إن المستقبل للمسلمين، وهم اللي هيورثوا الأرض وهيعمروها، لأن المسيحيين مش مهتمين بأمور دينهم زي المسلمين. ففي الوقت اللي بيقوم فيه المسلمين بشعائرهم على أكمل وجه من صلاة وصيام، فتلاقي المسلمين بيصلوا العيد بمنظر رهيب، فالالاف منهم بيتذللوا لربهم وهم ساجدين. فالمشهد ده بنفتقده كمسيحيين، ومش بنشوف في الكنيسه غير العواجيز بس. وده كان رد من قسيس منصف اللي شهد شهاده حق عن المسلمين وفي داخل الكنيسه وامام المسيحيين، فسبحان من انطق الحق على لسان اعداء الاسلام. وكمان ظهر مقطع لفيديو متداول على اليوتيوب للقس رفائيل حبيب بيشهد فيه بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا لا أجامل فأنتم أهلي، ولكن أقول كلمة الحق. المسيحي مسيحي ملتزم، والمسلم مسلم ملتزم. الكل يشارك وصدق الله إذ يقول ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي